يقول السائل: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود هل يثبت؟ في سنده بعض المقال لكن عمل به كثير من أهل العلم. وقد أقيلت هيئة أو عثرة بعض المتعثرين من الصحابة الأفاضل لما تعثرت أقدام أو زلت أقدامهم، وأيضا لما وقعوا في بعض المحظور كمصطفى بن أثاث رضي الله عنه لما تكلم في عرض عائشة، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وليأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فعفى عنه أبو بكر. وأقيلت عثرة حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل رسالة إلى المشركين يخبرهم فيها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، إنه خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. في نهاية الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.